قصف إسرائيلي متواصل منذ الصباح على مناطق غزة، و 75% من ضحايا الحرب أطفال ونساء ومسنون. مفاوضات الرهائن تبلغ أقرب نقطة من الاتفاق، استهداف المستشفيات وإدخال الوقود تعقدان الإعلان الوشيك. لا يمكن الحديث بهذا. وزير الخارجية السعودي يدعو إلى إطلاق عملية سلام جادة ووقف العنف والاعتداء على المدنيين. لكن من المهم عند التفكير في اليوم. مقتل 4 لبنانيين بينهم فريق إعلامي بقصف إسرائيلي استهدف منطقة حدودية جنوب لبنان. مع تواصل القصف المستمر والعنيف على قطاع غزة، أعلنت وكالة الأونروا أن الحرب قتلت 13,000 شخص في غزة، 75% بينهم أطفال ونساء ومسنون. وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل العشرات بقصف إسرائيلي استهدف مستشفيي الأندنوسي وعودة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات على 250 هدفا عسكريا لحركة حماس في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة تماما، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي قصف مستشفى شفاء ودمر أجزاء منه. المتحدث قال إن الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى غسيل الكلى الوحيد في غزة اليوم الثاني، مطالبا بتوفير ممر آمن لإخراج مئات الجرحى ودخول الوفود والاحتياجات الطبية. أشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي وضع من بداخل المستشفى الأندونيسي في دائرة الموت، مقدرا أن نحو 400 جريح و2000 نازح و200 طبيب وفني ما زالوا في المستشفى الأندونيسي. وأفاد مراسل الحدث من قطاع الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع بعد قصف أبراج الاتصالات. من جانبها، أعلنت الوكالة الفلسطينية أن أكثر من 20 قتيلا سقطوا وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على منزلين في مخيم منصيرات وسط القطاع. وكانت الوكالة الفلسطينية أعلنت فجر اليوم عن وقوع قتلى جراء قصف الطائرات الإسرائيلية لمنزل في مخيم منصيرات بوسط قطاع غزة بعد منتصف الليل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة جباليا في شمال قطاع غزة. إذا نتابع هذه الصور المباشرة مشاهدينا. أفاد مراسل الحدث من غزة كذلك أن جثة القتلى الفلسطينيين متكدسة وتنبعث منها الروائح داخل المستشفى الأندونيسي وتكاد تتعفن، مؤكدا أن الطواقم الطبية غير قادرة على تقديم أبسط الإسعافات للمصابين. وأوضح المراسل أن الجيش الإسرائيلي يحاول إجبار الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى، مشيرا إلى أن آليات الجيش الإسرائيلي ما زالت تتمركز في محيط المستشفى، كما أكد أن الكثير من الجرحى يخشون على حياتهم من أن يستهدفهم القصف الإسرائيلي في حال غادروا المستشفى.
وفي خان يونس جنوب القطاع أظهر مقطع فيديو الدمار الذي ألحقته الغارة الجوية الإسرائيلية على أحياء في المحافظة. والله اللحم على الحطان، لحم في الشارع هنا، يعني ايش ذنبهم اطفال هذول؟ ايه جايين تشوا كباب ولا تشوا بني ادمين؟ كلنا مستهدفين، وين ما رحنا مستهدفين، طفل زلمه شيخ كله مستهدف، اذا كان في غزه ولا هنا ملاحقين وين ما كان، بقولوا للناس ارحلوا في الطريق بضربوهم بالميات. من دير البلح وسط قطاع غزة تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي. مرحبا بك خولة، أستطلع منك حال دير البلح هذه الساعات. نعم، دير البلح الآن تعيش أجواء هادئة نسبيا بالمقارنة بكافة المحافظات الفلسطينية الأخرى، مع تركيز الغارات الإسرائيلية في هذه الأثناء على مناطق المحافظة الوسطى. على مقربة من دير البلح هناك مخيم النصيرات والذي تعرض منذ قليل لعدد من الغارات الإسرائيلية، والتي استهدفت أحد منازل المواطنين والذي يعود لعائلة الباز، والذي أسفر عن وقوع أكثر من 5 ضحايا بالإضافة إلى عشرات الإصابات الذين كان من بينهم مجموعة من الأطفال والأطفال الخدج تحديدا، بالإضافة أيضا إلى أعداد أخرى من الإصابات والضحايا التي سقطت نتيجة للغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من محافظات غزة أبرزها محافظة الشمال، والتي تشهد تصعيدا واضحا خلال الساعات الأخيرة بتكثيف للغارات الإسرائيلية وللطيران الإسرائيلي الحربي في تلك المناطق، مع تعزيزه بوجود الآليات والدبابات العسكرية المتمركزة في محيط المستشفى الأندونيسي أيضا، وفي على مقربة من مستشفى كمال عدوان. هذين المستشفيين الآن يعانيان من كثير من الصعوبات المتعلقة بالوصول إلى المصابين، بالإضافة إلى تضييق الخناق من قبل الآليات والدبابات والطيران الحربي الإسرائيلي الذي يقوم بالإغارة على محيط هذه المستشفيات بشكل واضح، ما أثر عن وقوع عدد من الإصابات والضحايا في صفوف المتواجدين بداخلهما. بالتالي أيضا مستشفى كمال عدوان قد أعلن سابقا بأنه قد تلقى أكثر من 80 ضحية منذ ساعات أمس حتى هذا اليوم، نتيجة لاستهداف عدة مباني سكنية في محيطه، ما أثر عن وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا، بالإضافة لأكثر من 200 إصابة تم وصولهم إلى المستشفى، بالإضافة أيضا إلى عشرات ولربما مئات من المفقودين حتى هذه الأثناء. تصلهم بلاغات بأنهم موجودون تحت الأنقاض، ولكن لا تتمكن الفرق الطبية والدفاع المدني من الوصول إليهم بطبيعة الحال، نظرا للظروف الأمنية التي تعيشها تلك المنطقة بشكل واضح. وهناك نداءات فعليا تتعلق بأعداد من الجثث والجثامين الملقاة في شوارع مناطق الشمال ومحافظة غزة وبشكل واضح، بالتالي هناك صعوبة بالغة في عملية الوصول لانتشال هذه الجثامين والإصابات وإيصالها إلى المستشفيات المتخصصة. مع العلم أنه تم اليوم البدء بإنشاء المستشفى الميداني الأردني في مدينة رفح جنوبي مدينة غزة، ولكن هذا الأمر يعني يقوم بخدمة المناطق الجنوبية والمحافظات الوسطى فقط، هذه المناطق التي تسمح إسرائيل فيها بالحركة إلى حد ما للمواطنين الفلسطينيين ولسيارات الإسعاف. أما فيما يتعلق بالمحافظة محافظة غزة ومحافظة الشمال، هناك صعوبة بالغة لعملية تحرك السيارات نتيجة لانعدام دخول الوقود إلى تلك المناطق، بالإضافة إلى عدم دخول أي مستلزمات طبية أو مساعدات غذائية، فبالتالي هناك تضييق واضح الخناق على سيارات الإسعاف وكوادر الدفاع المدني، وبالتالي هناك موت بطيء لكل العائلات الفلسطينية التي تبعث نداءاتها بشكل مستمر من أجل إجلائها من المناطق التي تتعرض لغارات إسرائيلية مستمرة. والمستشفيات التي تصل إليها القوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي خولة تطلب من الناس حتى المرضى، يعني سواء مهما كانت الحالة الصحية، مغادرة هذه المستشفيات. صحيح، هناك مطالبات دائمة، وهي ليست مطالبات بقدر ما هو تضييق بالخناق من خلال الصواريخ الإسرائيلية والقذائف التي تطلق من حين إلى آخر، وبالتالي هناك إصابات في صفوف الإصابات المتواجدة داخل المجمعات والمستشفيات الطبية في تلك المناطق، وبالتالي هذه العائلات مضطرة إما أن تختار إما الموت داخل المستشفيات بالصواريخ الإسرائيلية وبالقذائف المطلقة من قبلها ومن قبل آلياتها، أو الموت سيرا على الأقدام من أجل الوصول إلى المناطق الجنوبية، وهذا ما لا تستطيع فعله العائلات فعليا. هناك مصابون لا يستطيعون التحرك في تلك المناطق، يحتاجون إلى عملية إجلاء من خلال سيارات وطواقم الدفاع المدني والإسعاف، وبالتالي هناك صعوبة بالغة في هذا الأمر بشكل واضح، بالإضافة أنهم كمواطنون في تلك المناطق من حقهم الطبيعي والمدني والمكفول بكل الموجب القوانين الدولية أن يتلقوا الخدمة الطبية في تلك المستشفيات بشكل واضح. لا قانون ينص على إمكانية إجلاء تلك الحالات في هذه الظروف وفي مثل هذه الظروف الصحية التي يمرون بها، بالتالي إسرائيل تمارس التعنت أمام كل القوانين الدولية والإنسانية، ولا
تراعي أي حق من هذه الحقوق الدولية، هي تقوم بقتلهم بشكل واضح وعلني، إما بالصواريخ الإسرائيلية أو عبر محاصرتهم بشكل واضح ومنع إدخال كافة المواد الغذائية والمائية. شكرا جزيلا لك من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي على كل هذه التفاصيل. قالت منظمة العفو الدولية إنها رصدت أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، حيث قصف مدنيون في المدارس والمستشفيات بشكل مباشر، وأكدت توثيقها حالتين تعتبران نموذجا للممارسات الإسرائيلية في غزة، حيث قتلت غارات إسرائيلية 46 مدنيا من بينهم 20 طفلا، مضيفة أنه يجب التحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جرائم حرب. أوضحت العفو الدولية أن الهجمتين اللتين وقعتا يومي 19 و20 من أكتوبر أصابتا كنيسة لجأ إليها مئات المدنيين النازحين في غزة ومنزلا في مخيم منصيرات للاجئين وسط القطاع. وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن هجمات إسرائيل هي جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتظهر تأثير الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك مكانا آمنا في غزة. هذا وأشار عضو في المنظمة إلى أن إسرائيل غير موقعة على اتفاقية الجنائية الدولية، وبالتالي فإن مقاضاتها صعبة. إذن من خان يونس ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد حرب. أحمد مرحبا بك، أستطلع منك الأجواء الآن وجديد ما يجري من قصف إسرائيلي و عدد الضحايا فيما إذا كان هناك جديد. نعم حسين، الجديد هو أن الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة في كل أنحاء القطاع، ولكن هذه المرة الغارات تركزت في المحافظة الوسطى وبالتحديد في مخيم النصيرات. كان هناك استهداف لمنزل خلف حتى اللحظة عن 20 ضحية وعشرات الإصابات، والحديث أن هناك 57 شخص كانوا في هذا المنزل. ما زالت طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال المزيد من الضحايا من تحت أنقاض هذا المنزل. أيضا كان هناك استهداف لشقة سكنية أيضا في مخيم النصيرات خلفت عدد من الضحايا وأيضا الإصابات. أيضا في مدينة غزة وبالتحديد في المنطقة الشمالية للمدينة في بيت لاهيا ومخيم جباليا وبلدة بيت حنون كان هناك استهدافات متعددة. قبل قليل استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا خلف مركز جباليا الصحي وأسفر عن عدد من الضحايا والإصابات. في بيت لاهيا كان هناك استهداف أيضا لمربع سكني، أيضا الحديث عن ضحايا وإصابات كثيرة في هذه الاستهدافات للمربعات السكنية في بيت لاهيا. أيضا كان هناك استهداف لمشفى كمال عدوان شمالية القطاع وأيضا مستشفى العودة من قبل المدفعية الإسرائيلية. أيضا كان هناك استهداف للمستشفى الأندونيسي قبل قليل لأحد المباني خلف عدد من الضحايا والإصابات، وبالتالي نحن نتحدث عن استهدافات متعددة للمشافي في مدينة غزة. أيضا في الساعات الماضية تم استهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية أيضا مبنى داخل مجمع الشفاء الطبي، وبالتالي الغارات الإسرائيلية تستهدف منازل وأيضا المدفعية الإسرائيلية تستهدف جميع المشافي في المحاور التي تتوغل بها وتتمركز بها في محيط المشافي في قطاع غزة، سواء كان في مجمع الشفاء الطبي أو في المستشفى الأندونيسي شمالي القطاع. وبالتالي الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة هنا حتى في خان يونس. قبل قليل كان هناك استهداف أرض زراعية أسفرت عن إصابة طفل رضيع وعشرات الإصابات، وأيضا هناك أضرار كبيرة في منازل المواطنين جراء استهداف هذه الأرض الزراعية. وما زالت أيضا الدبابات تقصف أيضا في شرق رفح وشرق خان يونس منازل المواطنين والأراضي بشكل مكثف ومركز. حتى هذه اللحظة عدد الضحايا وصل منذ 45 يوم إلى الآن أكثر من 13,300 إصابة. نتحدث عن 31,000 أكثر من 13,300 ضحية وأكثر من 31,000 إصابة وصلت جميع مشافي القطاع، وهذا يزيد الضغط
على القطاع الصحي خاصة ونحن نتحدث عن نقص في المستلزمات الطبية ونقص في الوقود وانقطاع التيار الكهربائي ونقص أيضا في الغذاء وأيضا في المواد الغذائية والتموينية في كل أنحاء القطاع. هناك في المنطقة الشمالية جميع المشافي خرجت عن الخدمة، الآن الضغط يتركز على المشافي في المناطق الجنوبية والمحافظة الوسطى. بالأمس كان هناك نقل لمئة جريح وأيضا مئة مرافق من المستشفى الأندونيسي إلى هنا إلى مجمع ناصر الطبي وإلى مستشفى غزة الأوروبي في شرق خان يونس. طيب. وما زالت أيضا عمليات إجلاء وإخلاء الجرحى من المستشفى الأندونيسي مستمرة حتى هذه اللحظة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك نعم. بسبب الضغط الكبير والحصار نعم. الذي تفرضه الدبابات الإسرائيلية على جميع المشافي في مدينة غزة. نعم. شكرا جزيلا لك أحمد على كل هذه التفاصيل التي زودتنا بها. مشاهدينا، الوكالة اللبنانية مقتل 4 مدنيين، ونحن نشاهد هذه الصور التي جاءت قبل قليل باستهداف سيارتهم بقصف إسرائيلي قرب مدينة صور جنوب لبنان. إذن الوكالة اللبنانية مقتل 4 مدنيين باستهداف سيارتهم بقصف إسرائيلي قرب مدينة صور جنوب لبنان. هذه هي الصور مشاهدينا. نذكر كذلك مشاهدينا بأن صحفيين اثنين بالإضافة إلى سائقهما تم استهدافهما اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي وقتلا إثر هذا الاستهداف. بالإضافة إلى ما يجري الآن نتابع هذه الصور، مقتل 4 مدنيين باستهداف سيارتهم بقصف إسرائيلي قرب مدينة صور جنوب لبنان. إذن مشاهد أولية للسيارة المدنية التي استهدفها قصف إسرائيلي قرب مدينة صور جنوب لبنان. إذن 8 مدنيين اليوم مشاهدينا قتلوا، بينهم طاقم إعلامي، من خلال القصف الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان. إذن 8 مدنيين كما تحدثنا مشاهدينا. إلى زياد حلبي من حدود قطاع غزة مدير مكتب الحدث في فلسطين، مرحبا بك زياد. أبدأ معك بالتطورات الميدانية وكذلك ما يتحدث عنه في ما يخص الأسرى. هناك أخبار بأن وقفا للنار بين 4 إلى 6 أيام سيعمل عليه. هذا صحيح، ربما في الميدانيات أولا قبل ساعة تقريبا كانت رشقة الصواريخ الأخيرة التي أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات تقع على حدود القطاع، مستوطنات إسرائيلية، جرى اعتراض صاروخ على الأقل. هذه الرشقة هي الثانية منذ ساعات الصباح التي نرصدها في المنطقة الحدودية. على المقلب الآخر، استمرار الغارات الإسرائيلية التي تحاول أن تمهد تقدم القوات الإسرائيلية خاصة في المحور الذي تركز عليه إسرائيل برا، وهو منطقة جباليا تحديدا. وفق الجيش الإسرائيلي قام بتطويق جباليا ويحاول أن يقتحم تلك المنطقة بقوة نارية هائلة، والإسرائيليون يتحدثون عن مقاومة ضارية في تلك المناطق من قبل مئات المقاتلين التابعين لحماس وللفصائل الأخرى. في أحياء مدينة غزة أيضا هناك اشتباكات تسجل بين الحين والآخر. الجيش الإسرائيلي كان اعترف صباح هذا اليوم أيضا كما جرت العادة بمقتل جنديين على الأقل في الاشتباكات في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، وإصابة آخرين بجروح مختلفة منها جروح حرجة. الحديث طبعا عن أكثر من 400 جريح في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء هذه العملية البرية، ونحو 70 قتيلا في صفوف الجيش هناك. طيب، القوات الإسرائيلية تحاصر جباليا وتحاول اقتحامها كما تتحدث زياد. بالنسبة نتوسع أكثر في مسألة ما يجري حول صفقة الأسرى يا زياد، يعني المكان والوسيط، يعني عندما أصرت إسرائيل على أن يكون الوسيط المصري هو له اليد الطولة، يبدو الآن هناك أخبار بأن
ما سيتم الإعلان عنه سيكون عبر الوسيط القطري. هذا صحيح، لأن قناة الاتصال الأساسية الآن هي بين قطر وقيادة حماس، ولهذا هذا الوسيط يبدو ناجعا كثيرا بالنسبة للإسرائيليين. حاليا هناك انتظار لإعلان قطري ربما حول تفاصيل هذه الصفقة والمواعيد المتصلة بها. مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل المفاوضات كان قال اليوم ما قالته قيادة حماس أيضا، بمعنى أن الوسيط القطري قد يعلن خلال ساعات عن التوصل إلى صفقة وعن تفاصيل هذه الصفقة، رغم أن هناك دائما خلافات تقنية قد تعيق هذا الموضوع. أيا كان، الإسرائيليون يتوقعون أن التنفيذ قد يتطلب أياما، لن يكون سهلا، هو أمر مركب جدا، إطلاق سراح هؤلاء الأسرى من قطاع غزة مع الكثير من الترتيبات وما إلى ذلك. الحديث ما يزال عن عشرات الأسرى من المدنيين في صفوف من الإسرائيليين، وبالتالي أيضا في المقابل أسرى مدنيين نساء وأطفال من السجون الإسرائيلية. مجلس الحرب الإسرائيلي سيلتقي عند 8 مساء بالتوقيت المحلي، 6 بتوقيت غرينتش في تل أبيب، مرة أخرى للبحث في هذه الصفقة قيد التبلور، ما يعزز الانطباع بأنها قد تكون قاب قوسين أو أدنى من التوصل إليها إذا لم تحدث مفاجآت. إسرائيل يعني لديها هذه الخشية من تنفيذ الصفقة، هي تقول بأن طبعا المطلب حماس هو 5 أيام على الأقل، وقد تكون 7 أيام. في إسرائيل يخشون حقيقة من مراحل التنفيذ، بأن حماس قد تقول بأنها لم تجد فلان وتبحث مع فصيل آخر عن بعض الأسرى وما إلى ذلك، وأن تكسب المزيد من أيام وقف إطلاق النار. ولماذا هذا يقلق إسرائيل؟ لأنها لا تريد للعالم أن يعتاد على فكرة وقف إطلاق نار متواصل، وقد يفرض عليها وقفا شاملا لإطلاق النار. هذه هي خشية إسرائيل، ولهذا كان الجيش متردد حيال هذه الصفقة، ليس كصفقة، هو يريدها ويؤيدها، ولكن بالنسبة فقط لقضية وقف إطلاق النار. شكرا جزيلا لك من حدود قطاع غزة، مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي. كله لله بنشتغل. ثلاث عيال. تمام يا احمد، حط لها نص عشان يلا. ده الناس وضع حزين. اصلا اجت ليله الشتاء ما فيش واحد اتهنى في خيمته، ما في، كل واحد وصل الميه، كل واحد وصل البرد، خاصه اللي معاهم اطفال. طبعا اكله العدس زي ما بتقول انها ارخص اكله، بس مش موجوده، مش حياه اللي احنا عايشين فيها، ولا عيش ولا اكل ولا شرب ولا اشي، حتى بالمطر بتقعد تنزل علينا، نعرفش كيف ننام. 8 قتلى لبنانيين قضوا اليوم بقصف إسرائيلي على بلدات حدودية في جنوبي لبنان. الوكالة الوطنية للإعلام أعلنت استهداف القصف الإسرائيلي سيارة قرب مدينة سور، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين كانوا بداخلها. سبق ذلك استهداف فريق إعلامي لقناة الميادين، حيث قتل صحفيان والسائق المرافق لهما في قصف إسرائيلي على منطقة حدودية جنوب لبنان. والصحفيان هما فرح عمر التي تعمل مراسلة للميادين، والمصور ربيع المعماري. وكانت غارة إسرائيلية على بلدات لبنانية قتلت صباحا مسنة في 80s من عمرها. صباح اليوم قال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون أن لبنان يواجه تحديات جسيمة على مختلف الصعد، ما ينعكس سلبا على مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية جراء التوتر على الحدود مع إسرائيل.
وصف عون المشهد اليوم بشديد الخطورة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وتكرار الاعتداءات على البلدات الحدودية الجنوبية واستخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر محرمة دوليا. أشار قائد الجيش اللبناني إلى أن بلاده تقف أمام مرحلة مفصلية وحساسة في ظل التجاذبات السياسية، في حين تقتضي المصلحة الوطنية عدم المساس بها. مع تصاعد حدة التوتر التي أو على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أجرى موساك شتاين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن في إسرائيل أجرى مباحثات ويبذل جهودا مبذولة لمنع نشوب حرب مع لبنان. ونقل موقع ولا الإسرائيلي عن مسؤولين أمريكيين أن قلقا متزايدا لدى الإدارة الأمريكية من أن يؤدي التصعيد على الحدود الشمالية إلى تطور الحرب في غزة إلى حرب إقليمية، الأمر الذي سيتطلب تدخلا عسكريا أمريكيا أكبر. هذا ونقل عن هاكشتاين لدى وصوله إلى إسرائيل أن ما يجري في غزة لا يجب أن يؤثر على الحدود مع لبنان، فيما ذكر موقع أكسيوس أن إسرائيل تريد من الولايات المتحدة أن تعمل دبلوماسيا للضغط على حزب الله لسحب قوة الرضوان الخاصة به من الحدود. من الجنوب اللبناني تنضم إلينا مراسلة الحدث الزميلة نهد يوسف. مرحبا بك يا نهد، نستطلع منك التطورات اليوم، التطورات المشهد العسكري من عندك. حسين، التصعيد هو سيد الموقف اليوم في جنوب لبنان بعدما ذكرت أو تحدثت عن مقتل 8 أشخاص اليوم، وهو يمكن القول منذ بداية التطورات في الجنوب اليوم سجلت يعني الرقم القياسي لاتجاه عدد القتلى الذين بسبب قصفها أو الغارات التي سببتها أدت إلى مقتلهم اليوم. كان بداية طبعا مقتل الزملاء أو استهداف الزملاء في قناة الميادين الذين كانوا في منطقة طير حرفة، في منطقة مكشوفة حيث كان عادة الصحفيون يتجمعون في تلك النقطة قبل أن تتطور الأمور في جنوب لبنان، وتم استهدافهم بصاروخين من مسيرة إسرائيلية أدت إلى مقتلهم. الزميلة المراسلة والمصور وشخص مدني كان برفقتهما أيضا. كان هناك استهداف لسيارة بيك أب في منطقة شعيتي، هذه المنطقة قريبة على الساحل، قريبة من منطقة صور وهي بعيدة عن الشريط الحدودي نوعا ما، خارج قواعد الاشتباك، تم أيضا استهدافها وأدت إلى مقتل 4 أشخاص كانوا بداخلها. بإضافة إلى ذلك السيدة المسنة التي تبلغ من العمر 80 عاما أيضا استهدفت في منزلها في منطقة كفركلا، توفيت وأصيبت حفيدتها بجروح طفيفة بينما نجا بقية أحفادها بعجوبة من هذا الاستهداف. يعني منذ يوم أمس حسين والاستهداف بات يطال المنازل، كان لافتا يوم أمس وهذا ما تحدثنا عنه حتى أمس، عن الكميات الكبيرة من المنازل التي باتت تستهدفها إسرائيل في عدد كبير من البلدات، يعني لم يعد يقتصر هذا الاستهداف على فقط على أطراف البلدات. نعم حسين. طيب نهد، قبل قليل عرضنا السيارة التي تم استهدافها من قبل إسرائيل وعلى متنها مدنيون، 4 مدنيين تحديدا. جغرافيا الاستهداف، يعني الصورة العامة هي في صور، هل تم التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع تحديدا المنطقة؟ ذكرتيها أنت قبل قليل. المنطقة هي منطقة شعيتي. نعم هي منطقة شعيتية قريبة من منطقة القليلة وهي قريبة من الساحل حسين، من مدينة صور، من قضاء صور، قريبة من الساحل اللبناني وهي بعيدة عن الشريط الحدودي، أعتقد حوالي 20 كيلومترا بعيدة عن الشريط الحدودي، وهي ليست المرة الأولى التي تنفذ إسرائيل غارات خارج قواعد الاشتباك وخارج البلدات الحدودية. هناك حتى الآن معلومات متداولة عن أنه قد يكون هؤلاء المدنيين فلسطينيو الجنسية، حتى الساعة لم نتأكد من هذه المعلومة ولكن هي معلومات متداولة حتى الآن. حسين، الاستهدافات باتت تصل فعلا إلى المنازل، أيضا هناك أحد المنازل في منطقة الخيام تم استهدافه يوم أمس وأدى إلى مقتل أحد الأشخاص منهم وهو عنصر في حزب الله، بالإضافة إلى جرح شخص آخر. أما الشخص الثالث فهو حتى الساعة لا يزال تحت الأنقاض عمليات سحب الردم من قبل الجرافات في منطقة الخيام
أيام تجري من أجل، لا يمكن تحديد معرفة إن كان لا يزال على قيد الحياة أم لا، ولكنه هو صاحب هذا المبنى الذي تم استهدافه يوم أمس، وهو لا يزال حتى الساعة تحت الأنقاض فيما تجري عمليات سحب الردم لمعرفة إن كان لا يزال على قيد الحياة أم لا. كان هناك أيضا اليوم عدة استهدافات من قبل حزب الله لمواقع إسرائيلية، ربما أبرزها المنزل الذي استهدفه حزب الله في مستعمرة المطلي، والذي كان بداخله يتجج عدد من الجنود الإسرائيليين، وقد يكون استهداف هذا المنزل من قبل حزب الله ردا على استهداف المنازل العديدة التي كانت استهدفتها إسرائيل يوم أمس. وتبع طبعا هذا الاستهداف استهداف لثلاثة مواقع إسرائيلية أخرى، وبالمقابل كانت هناك عدد من الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات الجنوبية. أنت في حلم من ينهد. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إلى زميلي رائد الأغبر من حدود إسرائيل الشمالية، مرحبا بك رائد، تطور المشهد العسكري من عندك. يعني حسين، لا زال الهدوء يخيم على الأوضاع منذ ساعات بعد التطورات والتصعيد الذي كان بين الطرفين، القصف المتبادل حيث صفرات الإنذار التي دوت في عديد من المستوطنات على الشريط الحدودي، الحديث عن مستوطنة دان، الحديث عن مستوطنة بلدة الغجر ومستوطنة يعني مسقاف عام، وعدة مستوطنات دوت فيها صفرات الإنذار في الصباح، وكان يعني الأنباء تشير إلى تسلل مسيرة من جنوب لبنان. بعد ذلك تم الإبلاغ من قبل الجيش الإسرائيلي أن يعني أنه التحذير كان خاطئ وأن التشخيص كان خاطئ، لم تكن هناك مسيرة وأن الأعمال العسكرية فقط في توتر على الحدود. تبع ذلك استهداف بصواريخ مضادة للدروع، يعني استهدفت مناطق أيضا في مستوطنات إسرائيلية على امتداد الشريط الحدودي، ودوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وفي عدد من المستوطنات، والحديث أن هذه المستوطنات يقطنها الجنود الإسرائيليين أو تتحرك فيها الجنود أو أعداد من الجنود الإسرائيليين يتحركون في هذه المستوطنات. نعلم بأن هذه المستوطنات قد تم إجلاء المستوطنين منها وأنها فارغة. أيضا الحديث عن قذائف هاون سقطت على مناطق قريبة من الشريط الحدودي، ومن ثم شنت الطائرات الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية كانت تقصف، وأيضا المروحيات غارات داخل جنوب لبنان. يقول الجيش الإسرائيلي وعلى لسان المتحدث الرسمي باسم الجيش بأنه يستهدف خلايا لحزب الله تتحرك وقواعد عسكرية لحزب الله داخل أراضي جنوب لبنان. نكرر بأن هناك قواعد للاشتباك، هذه القواعد القصف بالعمق إن كان الإسرائيلي أو اللبناني بمسافة 5 كيلومترات، حتى الآن الاشتباكات والقصف لم يتجاوز هذه المسافة إلا في حالات خاصة. شكرا جزيلا لك من حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان، موفد الحدث رائد الأخبار. من غزة ينضم إلينا هشام مهنا، المتحدث الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، مرحبا بك أستاذ هشام. كنا نتحدث إلى الهلال الأحمر ونسأل فيما إذا كان العمل يعني في أدنى مستوياته، ولكن ما الحاجة الآن، ما الذي تقدمونه للناس في قطاع غزة؟ شكرا لكم على الاستضافة. يعني بالرغم من كافة التحديات التي تواجه طواقمنا، طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، من تدابير أمنية تمكننا من العمل بحرية أكثر والوصول لأكبر قدر ممكن من المدنيين الذين هم في أمس الحاجة للوضع الإنساني أو للدعم الإنساني، كذلك أيضا الإمكانيات المحدودة والقدرات اللوجستية المحدودة، ما يتوفر لدينا من مواد إغاثية منقذة للحياة تم السماح بدخولها حتى اللحظة، مخازننا يعني تقريبا شبه فارغة وننتظر في أن يسمح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية حتى نستطيع العمل على إيصالها. هذه التحديات التي تواجه طواقمنا. بالرغم من ذلك تمكننا حتى اللحظة من إيصال بعض المواد الإغاثية للآلاف من النازحين داخل مراكز الإيواء في جنوب غزة، يكاد تصل إلى 50,000 من النازحين. لا زال هذا نقطة في بحر من الأعداد الهائلة الذين نزحوا من شمال غزة إلى جنوبها، ولا زالوا يتدفقون يوما بعد يوم في مرورهم برحلة
طيب أستاذ هشام، مليئة محفوفة بالمخاطر في نعم. ما يواجهونا. يعني إذا كان تقديم العون للأحياء صعب، ماذا عن الأموات والجثث؟ يعني بعض المستشفيات فيها الجثث تتحلل وتتفسخ، وكثير من الألم يراود من يحيط هؤلاء. هل ثمت شيء في هذا الخصوص منكم أنتم؟ يعني هذا أمر لم يشهده الأهالي في غزة من في 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 تاريخهم، يعني أمر مروع للغاية. ونتلقى العديد من الاتصالات من الأهالي، ليس فقط مما يودون الخروج أو يعني يجبرون على الخروج، ولكن أيضا ممن يتفقدون إمكانية الوصول إلى معلومات عن ذويهم سواء كانوا أحياء أو قتلوا. الأمر صعب للغاية، والتحرك صعب للغاية، خاصة في شمال غزة، وهناك كوارث بيئية تترتب على هذا الأمر، فضلا عن الآلام يعني والجرح المفتوح لهؤلاء الأهالي الذين لم يحصلوا بعد على فرصة دفن ذويهم بما يليق بالكرامة الإنسانية والشريعة المتبعة في غزة. نحن نعمل جاهدا من أجل أن يتم الضغط بهدف أولاً السماح بإيصال المدنيين الذين يعني أجبروا على الخروج من منازلهم، وأن يصلوا بأمان ضمن ممرات آمنة، وآمنة بمعنى أنها تكون واضحة المعالم وواضحة المواقيت. ثانياً، الوضع الكارثي والأمني خطير جداً غير المسبوق في المستشفيات خاصة في شمال غزة. نعمل يعني لازلنا في اتصال اتصالات حثيثة وغير منقطعة، ونضغط بشكل يعني قوي جدا على كل الأطراف بما فيها أيضا أطراف النزاع والجهات الإسرائيلية وأيضا السلطات المعنية بهذا الأمر، بهدف ضرورة السماح وتمكين من هم في المستشفيات إلى الخروج من الشمال. تطلب منكم تقارير، تطلب منكم يعني من المنظمات الأخرى أو اللجان الدولية أو حتى دول فاعلة أستاذ هشام، تسألون من قبلهم باعتبار أن الكثير من الاتهامات الإسرائيلية للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالصحة، بغير ذلك، تتهم بأنها لا تنقل الواقع. يعني إسرائيل غير راضية عن عملكم، جميع من يعمل في قطاع غزة، باعتبار أن التقرير يقول بأن إسرائيل ترتكب جرائم في قطاع غزة. هذه الادعاءات تضع العاملين الإنسانيين الذين هم فعليا على خطوط النار في خطر إضافي، وهذا أمر لا يمكن القبول به ولا يمكن السماح به ولا يمكن يعني أن نستمر في ظل يعني ما نسمعه من اتهامات خاصة من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بعملنا وتواجدنا في قطاع غزة وفي المستشفيات. أيضا يعني بعض الجهات الإنسانية جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعرضت لاتهامات خطيرة جدا، من شأنها أن تضع فرقها وطواقمها الذين كانوا يواجهون يعني حققوا بطولات هم ووزارة الصحة والأطباء العاملين فيها في خلال الأيام الطويلة التي شاهدناها منذ اندلاع هذه العمليات العدائية. فهذا أمر يعني سأكتفي بهذا القدر من التعليق عليه. أما بالنسبة للجهات، نحن نتواصل مع أطراف النزاع، نتواصل مع الجهات ذات التأثير والعلاقة في المنطقة، نتواصل أيضا مع جهات أممية خاصة في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بإخلاء مستشفى الشفاء وأيضا المستشفى الإندونيسي وغيره من المواضيع الحرجة الآن. ولكن أذكر أيضا أنه يعني آلية عمل الصليب الأحمر لا يتم كشفها على العلن. نحن نلقي في حوار غير معلن مع جميع الأطراف، هذا ما يمكن الصليب الأحمر في عديد من الأوقات من إحداث اختراقات على أرض الواقع قد تؤدي أن توصل إلى العديد من المدنيين إلى بر أمان أو إلى أوضاع إنسانية أفضل، نظراً في أن الظروف المحيطة بالأهالي والمدنيين في مختلف أنحاء قطاع غزة في الشمال والجنوب هي أوضاع باتت لا إنسانية في ظل ما نشهده من انعدام تام بالوصول للمقومات الأساسية. أتحدث عن مياه نظيفة، أتحدث عن دقيق، وأتحدث عن فوق ذلك والأهم من ذلك هو الإحساس أو الشعور بالأمان الذي أصبح يعني منعدم تماما بعد ليال طويلة. حتى الظروف الجوية لم تعد في صالح الأهالي في غزة. 2,200,000 حسب تقديرات برنامج الغذاء العالمي يعانون من يعني يتعرضون للجوع. لهذا الأمر وصل الحد، هذا كاد يكون التعداد السكاني بأكمله في قطاع غزة. لذلك نحن نتحرك في جميع الاتجاهات
ونضع أولوياتنا القصوى. والسؤال دائما تأتيكم الاتصالات للنجدة أستاذ هشام، يعني رغم كل شيء ما زال الناس يلجؤون إلى أي أحد من أجل مساعدتهم، تأتيكم المزيد من الاتصالات؟ دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر تاريخيا وحول العالم ليس فقط في ظل هذا النزاع الدائر هو وسيط إنساني محايد، ونحن على أهبة الاستعداد لممارسة هذا الدور إذا ما تم تمكيننا من ممارسته بشكل. سيكون لكم دور أيضا في مسألة الأسرة، هذا ما نقل كذلك، يعني ستكون راعي أو مشرف الأطراف على هذا الأمر، هذا أولا. ثانيا يجب توفير التدابير الأمنية اللازمة التي تمكننا من أداء دور الصليب الأحمر كوسيط إنساني محايد، ليس فقط في مجال تبادل الأسرى أو حتى المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولكن بما يشمل أيضا قدرتنا على إيصال الدعم الإنساني المنقذ للحياة لمختلف أنحاء قطاع غزة، خاصة في الشمال لمئات الآلاف منهم لا زالوا عالقين سواء في المستشفيات أو في منازلهم، وهم بالآلاف الذين يعني تلقوا يعني أرسلوا لنا رداءات استغاثة طلبا في مساعدتهم على الخروج. هذه مسؤولية تقع على طرف النزاع وعلى السلطات الإسرائيلية أيضا التي هي موجودة بالفعل على الأرض بقدرتها العسكرية الجبارة الآن أن تمكن هؤلاء المدنيين من الخروج بالسلام في ممرات آمنة كما ذكرت. نعم. حتى في المستشفيات يعني أي عمليات عسكرية في محيط المستشفيات أو في داخلها حسب قانون الدولة الإنساني الذي شكرا. يعطي من في هذه المستشفيات حماية خاصة لابد أن أيضا يوفروا لهم الحماية التامة. شكرا جزيلا لك من غزة هشام هنا، المتحدث الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر. التقى الوفد الوزاري الذي شكلته القمة العربية الإسلامية في الرياض لوقف الحرب على غزة، التقى في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وفي بداية اللقاء قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن ما يحدث في غزة لا يبرر ولا يبرر بالدفاع عن النفس. وخلال زيارة اللجنة المكلفة من قمة الرياض إلى موسكو في إطار التحرك الدولي بشأن غزة، شدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة وقف الحرب في غزة فورا وحماية المدنيين كذلك، كما رفض فكرة الحديث عن مستقبل غزة قبل إنهاء العنف ضد المدنيين. تزامن مع اجتماعنا هذا تتصاعد الانتهاكات الإنسانية والجرائم البشعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ويستمر الحصار وعمليات التهجير القسري للمدنيين في غزة. سقط الآلاف من الأبرياء، وبلغ عدد النازحين أكثر من 1.5 مليون شخص، وباتت المستشفيات غير آمنة وغير مهيئة. لا يمكن تبرير هذه المأساة الإنسانية بحجة الدفاع عن النفس، فلا غاية تدرك وراء هذه الحرب التي لا تخلف سوى المزيد من المعاناة والدمار. من جانبه رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالمبادرة العربية الإسلامية حول غزة، وقال خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية أن حجم المساعدات الواصلة إلى قطاع غزة قليل، مشددا على أهمية التحضير لإعادة إطلاق عملية السلام تقوم هذه العملية على أساس حل الدولتين، مضيفا أنه لابد من التفكير بآلية جديدة لحل القضية الفلسطينية بعيدا عما سماه الهيمنة الغربية. أكدت مصادر خاصة للحدث أن وسطاء صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس انتهوا من إعداد المسودة النهائية للصفقة، وهم بصدد بلورة المرحلة النهائية قبل الإعلان عنها. مصادر الحدث قالت إن الطرفين اتفقا على أن صفقة تبادل الأسرى تجري تحت إشراف الصليب الأحمر والأمم المتحدة والوسطاء، مضيفة أنه جرى التوافق على إنشاء ممرين إلى 3 ممرات آمنة لنقل المصابين والحالات الحرجة عبر معبر رفح. أشارت مصادر الحدث إلى أنه جرى الاتفاق أيضا على تخفيف القيود على قوافل الشحن إلى غزة وتقليل المدة الزمنية لعملية تفتيشها، موضحة أن إسرائيل طالبت بوضع عملية توزيع الوقود داخل غزة تحت مسؤولية لجنة أممية دولية. مصادر الحدث كشفت أن إسرائيل طالبت بمهلة زمنية للرد على المسودة النهائية بسبب بعض التحفظات على مطالب حماس، مشيرة إلى أن حماس هي الأخرى أجلت الموافقة لحين الوصول إلى إدخال تعديلات على المسودة النهائية من قبل يحيى السنوار أمين عام الحركة في داخل غزة. كما شددت المصادر على تأخير إعلان الصفقة إلى 3 بنود لم يجري الاتفاق حولها. أبرز هذه
المستشفيات. رويترز من جهتها قالت إن صفقة التبادل تفضي إلى إطلاق سراح 50 إسرائيليا مدنيا وسراح نساء وأطفال من الأسرى الفلسطينيين مع هدنة لخمسة أيام. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر وصفته بالمطلع على تفاصيل صفقة بين إسرائيل وحماس أن الصفقة على وشك الانتهاء وأنه من المتوقع نشر تفاصيلها اليوم، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وقف النار المؤقت سيكون بين 4 إلى 6 أيام، وأشارت أن تمديده رهن إطلاق رهائن إضافيين وأن حماس ستحدد أماكن الرهائن خلال الأيام الأولى من وقف إطلاق النار. أكدت الجماعات العراقية المسلحة مقتل أحد عناصر حزب الله العراقي بضربة جوية في منطقة أبو غريب ببغداد، وذكرت أن مسؤولا تابعا للحزب قتل بضربة نفذتها مسيرة فجر اليوم في أبو غريب، وكانت مصادر أمنية قد أفادت بتعاون بغداد مع واشنطن في صد هجمات الفصائل العراقية ونجحت في إحباط عدد من تلك الهجمات. وفق موقع المدى تأمل السلطات العراقية وأطراف في الإطار التنسيقي إيقاف أي توسع متوقع للرد الأمريكي على عمليات القصف. وتصاعدت الهجمات العراقية المسلحة ضد المواقع الأمريكية في منتصف الشهر الماضي بسبب الحرب في قطاع غزة. تتعاون بغداد مع واشنطن في صد هجمات الفصائل العراقية وقد نجحت في إحباط عدد من تلك الهجمات. وفق موقع المدى تأمل السلطات العراقية وأطراف في الإطار التنسيقي إيقاف أي توسع متوقع للرد الأمريكي على عمليات القصف. وتصاعدت الهجمات العراقية المسلحة ضد المواقع الأمريكية في منتصف الشهر الماضي بسبب الحرب في غزة. مؤخرا فرضت واشنطن عقوبات على 5 عراقيين من بينهم زعيم ميليشيات سيد الشهداء أبو ألاء الولائي القيادي في الإطار الشيعي. ويشير قيادي في الإطار التنسيقي وفق المدى إلى أن الدليل في عدم اتساع رد واشنطن هو تجنبها قصف الفصائل في الداخل والاكتفاء بغارات في سوريا. ونوه المسؤولون بحسب تقارير غربية إلى أن معظم هذه الهجمات تم إحباطها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها. وتوصف أكثر تلك الهجمات بأنها تحذيرية بحسب مراقبين بأنها لا تحقق نتائج عسكرية مهمة. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك يا دكتور محمد. من يدير هذه الحرب؟ أهلا وسهلا بك. من يدير هذه الحرب أو يرعاها أو يدعمها قادر على أن يضبط عقارب ساعتها؟ ليس بالضرورة، لأن مسببات ودوافع وتفاعلات الدخول للحرب ليست مثل ما هي ترتيبات الخروج منها. لأن من الواضح عندما شنت حركة حماس وبعض الحركات المقاومة الفلسطينية المسلحة الأخرى تلك الحرب في 7 أكتوبر كان لديها عدد من الدوافع الأساسية. الدافع الأول من وجهة نظري هو من اليوم الأول، وهو امتلاك قروض ضاغطة على إسرائيل في المساومة معها فيما يخص الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والفلسطينيات في السجون الإسرائيلية. وأنا أعتقد أن هذه الحرب دخلت من أجل ذلك. الهدف الثاني هو إحداث تحول في علاقات أو تفاعلات المقاومة الفلسطينية المسلحة في المقلب منها طبعا حماس وتليها الجهاد في مواجهة إسرائيل، لأن إسرائيل اعتادت في الحروب السابقة التي خاضتها في مواجهة حماس والفصائل أولا أن المدى الزمني فيها صغير للغاية، تلحق خسائر بشرية ومادية دائما ما تصب في صالح إسرائيل، لكن في الحرب الأخيرة من الواضح أن الارتباك الذي حدث
في صفوف الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية لإسرائيل أدهشهم بدرجة كبيرة، سواء فيما يرتبط بالتوقيت المتزامن للهدوء للهجوم في البر والبحر والجو، الخسائر البشرية التي حدثت سواء فيما يرتبط القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية، الجرحى، الدخول الأسرى والمحتجزين منهم بدرجة كبيرة. النقطة الثالثة وهو ما نجحت فيه حماس، وهو إضعاف قطاعات واسعة من الرأي العام الإسرائيلي الشعور بالأمن. ولذلك أحد المشكلات الحقيقية اللي بتواجهها إسرائيل وهي استعادة الشعور بالأمن، أو إن إسرائيل دولة آمنة وفق تصور المواطن الإسرائيلي، سوف تأخذ وقتا طويلا. والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل فيما يرتبط بمحاولة إصلاح ما تضرر من تحطم نظرية الردع الاستراتيجي الإسرائيلي، أو حتى قدرة حركة المقاومة حماس في الدخول للعمق الإسرائيلي لساعات وتصوير ذلك بالصوت والصورة لعدة ساعات، جعل المواطن الإسرائيلي أو قطاع منه يدرك أن سياسات الحكومة الإسرائيلية هي تحذر واشنطن إسرائيل. دكتور محمد إذا سمحت لي، تحذر واشنطن إسرائيل بأنني وإن كنت داعمة لك ولكن يعني مساحة هذه الحرب من الممكن أن تتسع بحيث أنني لا أتحمل أنا كداعم لك أو حتى أنت، يعني سواء في العراق أو في لبنان أو في غيرها، أو لا هذا كله محسوب له حساب برفض المنطقة بالمزيد من العسكر والقوات الأمريكية. أتفق مع حضرتك يعني بدرجة كبيرة، يعني على الرغم من الدعم الإسرائيلي الكامل لإسرائيل على المستوى السياسي أو على المستوى الدعم التسليحي والاستراتيجي، الزيارات اللي اتقام بيها بايدن ووزراء الخارجية والدفاع، الزيارات اللي قام بيها عدد من الدول الأوروبية الغربية، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا لإسرائيل، بتعبر عن أن هناك دعم سياسي. إرسال حاملة 2 من حاملات الطائرات من الولايات المتحدة العسكرية، دي كلها بتعبر عن مظاهر دعم لإسرائيل. لكن في أحد أبعادها برضه كما أشرت حضرتك أن هي التخوف الأمريكي من تحول هذه الحرب من حيث نطاقها، بدلا من أن تكون ما بين إسرائيل والفصائل من جانب، إن تقوم ما بين إسرائيل من جانب ومحور المقاومة من جانب آخر. وده للأسف بتدفع فيه إسرائيل، يعني بتحاول إدخال إن إيران هي التي كانت الدافع الرئيسي في دفع حماس للقيام بتلك الهجمات بحكم الصراع الإقليمي ما بين تل أبيب وما بين طهران. لكن أعتقد أن الأمور اتغيرت نسبيا من وجهة نظر الولايات المتحدة لعدد من الاعتبارات. أولا بدأ أن حماس لديها قدرة على التعايش في المواجهة مع الحرب رغم التأثيرات العنيفة التي أحدثتها إسرائيل في صفوف المدنيين، وبالتالي العامل الأول أن حماس لديها قدرة على المقاومة، وهو ما أظهرته التفاعلات الميدانية وكذلك الحال التصريحات التي خرجت على لسان السيد إسماعيل هنية منذ عدة أيام. صفقة الأسرى من وجهة نظري حضرتك، معلش دعني أكمل هذه الفكرة بشكل سريع، أن إسرائيل لم تحرز أي تقدم حتى هذه اللحظة، سواء فيما يرتبط بإخراج حماس من المشهد الداخلي الفلسطيني، لم تستطع استهداف أي من كوادر وقيادات حركة حماس، لم تستطع الوصول إلى الرهائن والمحتجزين، لم تستطع تفكيك التحركات التي تجري من تحت الأنفاق. النقطة الثالثة وهي مرتبط بتوتر وتصدع علاقات الولايات المتحدة الدعم الرئيسي لإسرائيل بحلفائها في الإقليم، بل بدأ أن واشنطن لم تستجيب
لكل النداءات، لكل التوافقات التي حدثت مع مبعوث الرئيس الأمريكي، مع وزير الخارجية الأمريكي، مع الاتصالات اليومية التي تحصل من الإدارة فيما يرتبط بضرورة وقف إطلاق النار. شكرا. والتفكير بإدخال المساعدات الإنسانية. شكرا. والتأكيد على مبدأ حل الدولة. شكرا جزيلا لك من القاهرة دكتور محمد عز العرب. تابعونا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.